له من خدمات لا تحصى وجمائل لا تنسى. لذا إخوة الإيمان جاء أهل بني عامر برقب به شيخنا محمد محمد مراعي لأداء الواجب الليلة، أيضا عن صديق الراحل الكريم وهو المهندس طلال أيوب، نشكر إليهم جميعا. هيا بنا الآن لنحظى بصلوات على نبينا المصطفى العدنان، فهو النبي المصطفى والرسول المجتبى، وهو الرحمة المهداة، وهو النعمة المزداة، وهو الذي ناداه مولاه وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، حيث قال يا ربي لا أرضى وواحد من أمتي في النار، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، فقال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. هيا بنا لنسعد بالصلوات على النبي الكريم بصحبة صوت شيخنا ومبتهلنا فضيلة الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي المبتهل بالإذاعة، يتفضل مشكور. وأغفر
وغفر يا إلهي، وغفر يا مولاي لكل المسلمين، لكل نشر الكلام ومحى الظلام.
شكرا فضيلة الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي المبتهل الإذاعي، نشكر إليه حضوره لمجرد رسالة تلفونية جاء فيها كأهل القرآن أهل الواجب وهم القدوة والأسوة، وكيف لا وهم يتوافدون من كل مكان متسابقين متنافسين لأداء الواجب بتلاوة القرآن، مشاركة في ليلة تكريم أستاذنا السيد صقر، ومشاركة لفضيلة الشيخ أحمد صقر قارئ القرآن الحبيب لأهل القرآن في كل مكان. فباسم آل صقر جميعا أشكر لأستاذنا الكريم الأستاذ عمرو التونسي والوالد الكريم الحاج عزة بدوي حاج عاطف عباظة أستاذ معتصم الهراوي الأستاذ ماهر قمورة. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا